بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حديث الامام الطيب فضيله الامام نستكمل مع فضيلاتكم في حلقه اليوم اسمه تعالى العليم ونبدا مع فضيلاتكم بالدليل على ثبوت صفه العلم للذات الالهيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه <applause> وبعد فقد انتهينا في الحلقه السابقه إلى أن هذا الاسم الكريم ورد بصيغة عالم وعليم وعلام في القرآن وفي الحديث طبعا جميع مفكري المسلمين يؤمنون بما ورد في القرآن الكريم حول هذه هذا الاسم وباقي الأسماء الحسنى وطبعا يؤمنون بها إيمانا ويسلمونها تماما ولكن اختلفوا في التفسير فمن قائلا أنه نعم أنه عليم وعالم وعلام ولكن بذاته <applause> ومنهم قال إنه عليم وقادر وكذا بصفة اسمها العلم وصفة اسمها القدرة ولكن هذه الصفات هي عين الذات بحيث أن العقل لا يستطيع أن يتصور فصلا بينهما وقلنا أن تخوف هؤلاء وهؤلاء هو أن تعدد الصفات أو, كث أو إثبات صفات متعددة لله سبحانه وتعالى قد يمس من قريب أو من بعيد أو يشوشر على وحدة الذات. لا. ثم تعرضنا للمسألة للمدرسة الثالثة وهي التي تثبت لله سبحانه وتعالى انطلاقا من ما ثبت في القرآن من عالم وعليم وقادر لا. ومريد إلى آخره وقدير. لا. وهم قالوا كده ليه؟ قالوا لأن يعني في الشاهد عندنا هنا حين نقول إنسان عالم. العقل يجزم بانه عالم بعلم. نعم. مش ممكن يكون عالم بذاته. عالم بصفه اسمها العلم وفي الحوادث ان هذه الصفه اللي هي اسمها العلم هي السبب او هي المبرر لهذا الوصف عالم. نعم. ولولا علم لما ثبت له عالم. نعم. لولا ان له صفه اسمها القدره لما صح تسميته بقادر. نعم. ولولا أنه ثبتت له صفة الصفة اسمها الإرادة لما صحت التسمية عند هؤلاء أن النفس الأسماء نعم. أسماء الله الحسنى يتوقف تعقلها على ثبوت هذه الصفات أولا للذات نعم. للذات فقالوا إن الله سبحانه وتعالى طبعا قسموا الصفات في صفة ذاتية نعم. وحيدة اللي هي الوجود ثم بعد ذلك صفات ما يسموها صفات المعاني نعم. اللي هي يعني وتتعلق بالمخلوقين اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام نعم. ثم بعد ذلك باقي الصفات ترجع إلى هذه السبع قلنا أن الجميع يعني يعمل ويفكر في دائرة الإسلام وتحت خيمة الإسلام ولا يصح أبدا إقصائهم أو تفكيرهم لأن الغرض هنا التنزيه والغرض هنا الحفاظ على النص وما يدل عليه النص من قريب او لا. من بعيد. وفي كلا الطرفين لم ينكر احد ثبوت لا الصفه قال. او ثبوت الاسم. لا مستحيل لا. لانه لا. انكارها معناها خروج من ال... يعني لا, لا. لا استطيع ان أقول لا, لا انا لا اؤمن بعالم ولا اؤمن مستحيل ولم يحدث هذا. لا. ولا يمكن دي, 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 دي قيمة فكريه مسلمه يعني. ناتي الان الى ال... كما تفضلت سؤال دليل اثبات الصفه دليل الاثبات صفه العلم. والله هو الدليل واضح جدا يعني صنعته ما في صنعته من علوم دقيقه جدا يعني مثلا لو حضرتك نظرت الى العالم العلوي والعالم السفلي الاثنين سواء كواكب سواء شمس كذا سيارات نظام الفلك نظام تنزل في الارض مثلا الجبال والبحار والانسان باجهزته الدقيقه انظر الى ان يعني هذه الموجودات العلويه والسفليه من اجل في عصرنا الحديث حتى من اجل ان نعرف عن عنها وعن نظامها انشئت جامعات وكليات مختلفه ومتعدده كم كليه تبحث في الفلك، كم كليه تبحث في الطب، كم كليه تبحث في علوم البحار، كم كليه تبحث في الجيولوجيا كل دي بقى يعني كل الجامعات الآن يعني متخصصة وكل يمكن كلية متخصصة في جزء الاكتشاف ما في هذا الجزء من حكمة وعلم ودقة وصنع معجز ولم تصل الى منتهى ولسه لسه ولا ولا يعني هي على الشاطئ الان نعم اذا الذي ينظر ذلك يستلزم او العقل بالضروره يقول لابد ان نصانع هذه الـ الـ نعم. الـ هذه الاشياء دقيقه العلم لابد ان يكون عالما باكثر مما في هذه الاشياء من علوم نعم. لان عندنا يعني قاعده عقليه يعني الاستدلال هنا استدلال عقلي نعم. يعني دعك في الاستدلال النصي يعني الا يعلم من خلق ده ده موجود احنا لا نتعرض نعم. الان انما نتعرض الى الدليل العقلي نعم. على ثبوت صفه العلم لله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى او الله. الدليل العقلي على انه عالم يجب ان يكون في الصانع من العلم قدر ما في المصنوع على الاقل يعني اذا اذا كان عندي مصنوع وبعدين هذا المصنوع وجدت فيه اوجه أو يعني مظاهر علم نعم. العقل يقول اللي عمل ده لازم يكون عنده هذا العلم على الأقل كحد أدنى حد أدنى ما يساوي دقة هذا الصنع وإلا ستكون أمام شيء وجد لا موجد له والعقل يقول لك لا يمكن نعم. لا يمكن يحاجة تطلع كذا شيطاني من غير ما حد يخرجها فإذا إذا كان المصنوع اللي هو بيسموه المعلول أو كذا وكذا نعم. فيه علم فالعقل يقول لك بالضروره الصانع فيه هذا العلم، والا كيف أُحكم وكيف صنع بهذا العلم؟ نعم. واخد من حضرتك؟ يا اما تثبت لهذا الصانع من العلم في من العلم الموجود في المصنوع على الاقل قدر ما فيه قدر ما في هذا المصنوع، او ان تكون امام مصنوع لا صانع له. نعم وده مستحيل عند العقل ولله تمام. المثل الاعلى كحد ادنى حتى نوضح للمشاهدين هذه المنضده لابد ان يكون من صنعها لديه معرفه بالتلوين بالتلوين وبكيفيه بالطبع. الزخرفه وبكيفيه قص الاخشاب والا لما صنعت نفسها والا والا لما يعني يعني لو ان جاء صانع جاهل خالص وعمل ده مستحيل يعني بهذا, بهذا الشيء كيف من اين آه. له هي بصمته علم نعم آه. طيب هو بت... وانت تفترض انه ما عندهوش علم كيف كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ أو يكون مثلا كما قال واحد مثلا تأخذه وتتفسح به ويزور مصانع الطيران ويزور مصانع الفضاء يعني آه والمصانع الأسلحة الدقيقة وكذا وكذا ويشوف مصانع الأجهزة الطبية ثم بعد ذلك يفترض أن هذه المصانع ما فيهاش مهندسين ولا فيها صانع ولا هي كده وانشأت آه المعدات والمكينات هذا هذا نعم هذا مجنون, مجنون نعم مش يعني بالعكس ده يعني الجنون لا يبلغ هذه الدرجه من من نعم من غيبه العقل فاذا العلم الموجود في صنعته يحتم ويلزم العقل نعم بانه عالم ولولا انه عالم لما وجدنا هذا العلم في صنعته نعم فهذا هو الـ الـ الدليل طيب الفرق بين حضرتك سالت الفرق لي. بين العلم الالهي وعلم المخلوق طبعا احنا نعر نعلم ان اسم عالم من الاسماء التي لا يختص بها الله سبحانه وتعالى نعم. مثل الله ومثل الرحمن كما تحدثنا نعم آه وانما يعني تطلق آه اطلاقين لكن الاطلاق نعم. مختلف إطلاق تطلق حقيقي على الله سبحانه مجلس. بالضبط تطلق نعم. على الله سبحانه وتعالى اطلاقا حقيقيا يعني العلم او عالم بالمعنى الحقيقي نعم. للعلم وتطلق على العبد بالمعنى المجازي المعنى الحقيقي اللي هو عند اللي هو العلم الالهي كما يعني قلنا انه سبحانه وتعالى يعني علم قديم وازلي مهم جدا فهم كلمة قديم وأزلي يا إخواننا لأن معنى قديم ناس يقول لك هذا عاليم يعني كان لما توجد الكون عرف به لا نعم أستغفر الله يستلزم سبق الجهل. سبق نعم. الجهل، انما علمه وبعدين ما دام الذات الذات نفسها نعم اللي هي بتوصف بهذه الصفات هذه الذات لا, نعم. لا اول لها. لا اول لها. لا اول لها معناها ان الذات قديمه كلما تخيلتها في, في 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 القدم فهي اقدم فهي نعم. اقدم فهي اقدم وهكذا لم يوجد قبلها شيء. لا يمكن أنا نعم هو الاول نعم ما فيش وهو الاخر وهو الاخر يعني ما فيش قبله شيء. فإذا الذات قديمة يلزم أن تكون صفاتها أيضا معها قديمة معنى ذلك أن العلم قديم يعني يعني لم يوجد بعد عدم لا لم يوجد بعد عدم لم يكن له أول قبله لم يكن ثم كان لأن بداية العلم معناها أن سبق الجهل على طول فلا تفترض في العلم الإلهي أنه علم حادث او حدث بعد ان لم يكن نعم. لان ذلك يستلزم الجهل ده عند الانسان اه نعم ده مولود جاهل رسمي نعم وبعدين كلما علم شيئا يعني هذا الشيء قبله قبل ان يعلمه كان جاهلا به نعم. فدائما علوم الانسان لانها ليست قديمه وليست اوليه وانما هي حادثه باستمرار تحدث نعم. يعني شيء لأن, لأن, الإنسان نفسه حادث بعد عدم بالضبط. فعلومه حادثة بعد علومه عدم علومه حادثة معه نعم فإذا هذا هو الفرق الأول أن العلم الإلهي علم قديم بمعنى أزلي بمعنى أنه ليس له أول أو ابتداء نعم. بخلاف علم المخلوق فهو حاصل بعد أن لم يكن نعم. بمعنى أن المخلوق يوصف بالجهل قبل أن يحصل له هذا العلم نعم كمان العلم الالهي علم واحد كما ان الله سبحانه وتعالى واحد. في ذاته يعني ثبتت له وحدانيه الذات هو ايضا صفاته وحده. يعني صفاته وافعاله وحده بأي صفاته وحده؟ كما قلنا لا يتغير. لا مثلا ضربت انا مثل الحلقه السابقه بان علم الان بان هذا القلم على يميني. آه إذا تحرك القلم وأصبح هنا على يساري علمي تغير تغير يبقى علمي مش واحد علمي يتعدد اثنين وثلاثة وألف وألفين لا لأنه يتغير بتغير المعلوم كلما تغير المعلوم يتغير علمي معه. معه الله سبحانه وتعالى علمه واحد وثابت نعم لانه يعلم القلم الان على اليمين ويعلم القلم بعد ذلك على اليسار ويعلم تحركات القلم الى نعم اخر الـ 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 يعني الى ما لا نهايه نعم فاذا علم الله سبحانه وتعالى علم واحد غير متغير غير متغير وغير متعدد لا يتعدد بتعدد المعلومات نعم انا علمي يتعدد بتعدد المعلومات كانسان إنما الله سبحانه وتعالى علمه واحد لا يتعدد بتعدد المعلومات ولا يتغير لأنه يعني كما ولله المثل الأعلى بالضبط زي كشاف زي الكشاف ده يدخل الحجرة فيكشف كل شيء دفعة واحدة فكل الموجودات دي قبل أن توجد وحين توجد وبعد أن توجد منكشفة لله سبحانه وتعالى. سبحانه أزلا في حال عدمها وحال وجودها وحال استمرار وجودها لا. العلم الإلهي أيضا علم واحد محيط بجميع المعلومات دفعة واحدة وقلنا لا يتغير بتغير المعلوم بخلاف علم العلم البشري فإنه يتغير بتغير المعلوم فضيلة الإمام وماذا عن حظ العبد المسلم من اسمه العليم؟ طيب بقى أيضا قبل أن يعني نجيب على هذا السؤال هناك فرق مهم وهو أن علم العبد يسمونه مكتسب. نعم. اللي هو حاصل يعني يكتسبه عن طريق المصادر وذلك ما صحش أقول مصادر علم الله. نعم. إنما أقول مصادر علم الإنسان اللي هي الحواس هي العقل هي الخبر المعصوم عند الإلهيين خبر المعصوم وده طبعا يعني ممكن نتوقف وقفة بسيطة هنا تفضل فضيلة لأن يعني كثيرا ما يغرر بالشباب ويعني ويراد أن يعتقد أن الحواس هي المصدر الوحيد اللي يمول الإنسان نعم بالمعرفة المصدر إحنا نعترف به ولكن والله يا اخي يعني علومنا القديمة دي في في منتهى الدقة. يعني لما قلنا واسباب العلم الحادث العلم اللي نعم. هو علم البشري. الحادث الحادث وحط البشري. اسباب العلم البشري ثلاثة اللي هو الحس يجي نعم. الشارح يقول لك الحس السليم. سبحان الله. اه طبعا شرط. لأن الحواس دي لما تعطب تديك معلومات خاطئة. نعم. ومثلوا لها مثلا بال يعني بالانسان المحموم مثلا نعم يرى بعينيه اشياء ويسمعها و و و ويخافها وهي غير موجوده وهي غير موجوده على الاطلاق وهي نعم الحواس العين والاذن ولكنها معطله أه ولكنها معطله كمان بيقول لك كما احيانا لما توضع العصا في سائل او في كذا تبان وكانها منكسره نعم كانها منكسره فأيضاً ايضا ده عليك تراها ترى العصا العصا منكسره بعينيك نا. نفس نفس المصدر اللي بيديك المعلومه اللي انت بتعتمد عليها ادالك معلومه مغلوطه نعم كمان يعني ظاهره السراب نعم يعني الواحد يكون ماشي بعربيته خاصة في الصيف ولما كنا احنا في في في, في بلاد الخليج كنا نراها كل يوم نعم يعني على مسافه ترى فعلا كانك قادم على لجه او على, بحر على لا, لا يمكن يعني وكلما اقتربت هي تبتعد وهكذا نعم فاذا يشترط في الحس ان يكون الحس السليم نعم لي بالك يعني المعارف بتتلخبط من هذا من هذا القبيل المصدر الثاني هو العقل نعم والمصدر الثالث العقل هنا في خلاف عند العقليين نعم عقلين يقول لك يعني اعلم ان الله سبحانه وتعالى خلق العقل مفطور او يعني مستعد على انه بعد ما يكبر شويه عنده شويه قوانين موجوده فيه مش جايه من برا نعم. لا جايه عن طريق العين ولا عن طريق الاذن ولا عن طريق اي حس من الحواس وانما هي مفطورة فيه نعم. واهمها عدم اجتماع النقيضين ده كلام دقيق مش هنتكلم فيه لكن نروح للمصدر الثالث وهو الوحي أو الخبر المعصوم نعم. اللي هو الوحي الإلهي طبعا المؤمنون أو الإلهيون يقولون هذا الخبر يوازي في يقينيته وفي صدقه صدق المصدر الحسي وصدق المصدر العقلي طب نعم. من أي أساس مجايز أخواننا يعني يكون الخبر اللي عندي يعني اعتراه كذب فايه الدليل على ان هذا الخبر يقين نعم ويفيدك اليقين مثل ما يفيدك العقل وكذا هو بالنسبه لي للقران التواتر نعم لان انا الان اؤمن بالقران واؤمن بان كل كلمه فيه نزلت من الله وقراها النبي صلى الله عليه وسلم وقراها الصحابه <applause> عليه ما الدليل على هذا الدليل على هذا هو انه وصل الي عن طريق التواتر نعم بمعنى انه نقل نقله المئات والالاف طبقه وراء طبقه وراء طبقه حتى وصلني الى الان كما هو كما, كما قراه النبي الكريم كما صلى الله قرأه عليه وسلم أيوة. كما نقراه نحن كما اليوم نقرأه لم يتغير لم يتغير حرف, حرف ولا كلمه ممكن واحد يقول لي لا انا طويل ضمني اقول له طيب تعال انت بتؤمن بالثوره الفرنسيه الزائد شفتها لا. ابوك شافها اخوك شافها لا ما حد شافها طيب آه كيف وصلت لك عن طريق التواتر لا. يعني عن طريق اله او مجموعه يستحيل ان يكذبوا او, أو يتفقوا على, على الكذب وكل حوادث التاريخ كل حوادث التاريخ وصلت اليك عن طريق عن هذا الطريق فالتواتر طريق من طرق اليقين او من لا. طرق العلم وبالتالي هذه المصادر الثلاثه هي مصادر يقينيه الحس السليم نعم. والعقل طبعا يعني المبرهن عليه نعم. ثم بعد ذلك الخبر الصادق وهو خبر الانبياء يعني. فاذا يعني المصادر الثلاثه دول هم اللي بيمونوا الانسان بالمعلومات اليقينية نختم مع فضيلاتكم بحظ العبد المسلم من اسمه حظ ألعب. العبد, هو يا سيدي أنه إذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء نعم. على ما هو عليه على ما كان وعلى ما سيكون نعم. فيجب أن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى ويعني طبعا لأن ما سبق في علمه لن يتغير نعم. ولن يتبدل إذا علم الإنسان هذا اطمأن وكان لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى أو وقوفه دائما على هذا الباب وليس على أبواب أخرى جاهلة مثل لا تعلم أن هذا الأمر قد يزور قد يستمر قد إلى آخر الأمر الثاني أيضا أن يكتس يعلم شرف العلم ويكتسب العلوم يعني يتعلم وهنا قال العلماء ان العلوم او يعني تتفاضل بتفاضل موضوعاتها. نعم. يعني مثلا موضوع الطب الجسم، موضوع الـ 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 الكيمياء مثلا، التفاعلات كذا، موضوع التاريخ يا دراسه تاريخ الامه وسيرهم. لكن هناك علم اسمه علم الالهيات. نعم. موضوعه الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفه وافعالا يقولون اذا كانت العلوم تتفاضل وشرفها يتفاوت بشرف موضوعها نعم. وكان هذا العلم اللي هو علم الالهيات موضوعه اشرف الموجودات واشرف الكائنات فهذا هو العلم أشرف هو اشرف العلوم ويجب على الانسان ان يعني ياخذ منه بحظ قليل او كثير وهو ما يسمى بعلم اصول الدين نعم. وطبعا هو حتى يقدمونه على علم أصول الفقه لأن أصول الفقه آه يعني تتعلق آه بالاحكام الفرعية نعم. يعني أحكام الوضوء، أحكام الصلاة أحكام الزواج، أحكام الدل. أما آه أصول الدين فتعلق بأصول المسائل الفرعية وليس بالمسائل الفرعية شكراً فضيلة الإمام شكراً لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب